هل فعلا في دبلوماسية لعبد الفتاح السيسي لم نستطع أن نقرأها كفريق للبرنامج؟ أنقل هذا السؤال إلى ضيف عزيز جدا ينضم إلي عبر الهاتف، الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أشكرك على التواجد وأسألك، يعني هل قرأت أي دبلوماسية تميز بها هذا النظام المصري برئاسة السيسي منذ 10 سنوات؟ أعتقد أنه في المسألة التي تتعلق بالعمل الدبلوماسي نستطيع أن نقول أن هناك دول تصنع المكانة وهناك دول تهدر المكانة. الدول اللي بتصنع المكانة ممكن تكون صغيرة لكنها يمكن أن تقوم بأدوار كبيرة. لو أنا بتكلم مثلا عن دولة زي قطر بحجمها بكل ما تتعلق به من إمكانات استطاعت أنها تستثمر هذه القوة الناعمة في إطار إبراز ما يمكن تسميته بصناعة المكانة. مصر لها مكانة طبيعية، لها مكانة بحكم 3 أمور: التاريخ، الجغرافيا، الديموغرافيا، أي عدد السكان الكبير. مكانة مصر مكانة كبيرة جدا بحكم هذه الأمور، لكن هل الأمور هذه كافية للإعلان عن تلك المكانة واستمراريتها؟ أم سيحدث هدر لهذه الإمكانية في كل الأحوال زي ما قال جمال حمدان في عبقرية المكان، الموقع للموضع؟ مصر ليست موضع، مصر موقع. ومن ثم لما حدث الانقلاب وحدث الانقلاب بهذا الشكل الخطير والمباغت بعد ثورة في مصر، إنما شكل في حقيقة الأمر محاولة كبرى لإهدار هذه المكانة وتقزيم مكانة مصر، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي ولكن أيضا على مستوى كون هذه الدولة هي كما يقول حتى في التراث يعني ممر أقدام وأقوام. هي دي مصر المفروض. ومن ثم يأتي عليها قادة، هؤلاء القادة يمثلون بذلك العنصر المهم في استثمار ما يمكن تسميته بصناعة المكانة. ماذا فعل السيسي بعد انقلابه؟ أهدر هذه المكانة بشكل فج وبين وفضح. حينما يكون هناك هذا الشخص أراد أن يكتسب ما يمكن تسميته شرعية زائفة، أنا بأسميها في الكتابات المختلفة شرعنة وليست شرعية، لأنه لا يملك الشرعية الحقيقية التي تتعلق بهذا القبول الشعبي، ولكنه في حقيقة الأمر كان منقلبا في إطار قطع الطريق على طريق ديمقراطي. ومن هنا بدأ في هذا الإطار يحاول الشرعنة، وكانت من أهم وسائله في ذلك أن يعطي تنازلات في مقابل شرعنة زائفة للنظامي. فعل ذلك في الاتحاد الأفريقي ومع أثيوبيا، فعل ذلك مع كل العلاقات التي تتعلق بدول الاتحاد الأوروبي والتي حاول فيها أن يحدث نوعا من الرشاوة السياسية الخطيرة التي قام بها في محاولة الإطفاء الشرعنة على نظامه. ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة ليس فقط إهدار المكانة، ولكن هي بيع مصر ومقدرات مصر ومواردها: غاز، ماء، أرض. ومن ثم قام بكل ذلك ببجاحة
من دون أي إجراءات دستورية حقيقية كان من الواجب عليه أن يتخذها. هذا الدستور الذي اصطنعه على عينه هو يدوسه بالأقدام، كما يقول هو أن هذا الدستور صدر بحسن نية. ما معنى بحسن نية؟ أي أنه لا يستحق أن يتبع ولا نسير على هداه، بل علينا أن ندوسه بالأقدام في هذا السياق. وبدا له من بعد ذلك يقوم بكل ما من شأنه أن يمد وجوده السياسي بطرائق مختلفة تتراوح بين التزوير وبين الأمور التي تتعلق بإهدار الدستور وتعديلات دستورية هي في حق تعديات دستورية في محاولة للاستمرار في حكم مصر. ثم صار بعد ذلك يؤمل الناس بين أمور معينة وفترات متعددة، فمن 6 أشهر إلى سنة، وانتظروني 2 سنين، إلى 3، إلى 4، إلى 5. ثم أتت المرحلة الرابعة بعد تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعبر عن تقزيم مصر إلى حالة لم تكن فيها من قبل. طيب دكتور، هناك سؤال فيما يتعلق بتقزيم مصر. المتحدث باسم الرئاسة وصف علاقة مصر بجيرانها إقليميا ودوليا بأنها علاقة ندية، وبأن هناك حالة من الندية في ملفات كثيرة متعلقة بالمصالح الإقليمية والدولية. من خلال قراءتك، هل هناك ملف واحد يمكن أن نوصف علاقة مصر بجيرانها أو بالدول الغربية بأنها علاقة ندية؟ أي هي تلك العلاقة الندية؟ ومن هم جيران مصر الذين يتحدث عنهم في هذا المقام؟ أولا هو ووزير خارجيته في إطار هذه المعركة الراهنة التي تعلقت بطوفان الأقصى، هذه المعركة التي تدافع عن شرف الأمة، إذا به يقوم بأعمال خطيرة. هذه الأعمال كلها تعبر عن حالة من الانبطاح الشديد أمام العنجهية الإسرائيلية. أرض نملكها ومعبر نملكه نحن والفلسطينيين، ومع ذلك فإنه يقول وزير خارجيته نحن نأتمر بأمر إسرائيل، من يدخل من يخرج، من يمكن أن يدخل مساعدات هنا أو هنا. هكذا كان الأمر بالنسبة لإسرائيل. أما السعودية فقد تنازل عن طيران وصنافير، وكان ذلك مصلحة صهيونية كبيرة، إذ حولت المضيق الذي يتعلق بطيران إلى مضيق دولي، وتحويل هذا المضيق إلى مضيق دولي كان ذلك حلم صهيوني. ثم بعد ذلك أين هي علاقاته بأي نظام من الأنظمة في هذا المقام؟ إن السودان يتآكل الآن وتحدث فيه مصائب كبرى وتحدث فيه حروب كبيرة وتنازعات كبيرة، إلا أنه وللحقيقة كما يقول السودانيون أنفسهم قد رفع يده، رفع يده رغم أن السودان تشكل خطا أمنيا وعمقا أمنيا استراتيجيا لمصر، هكذا تقول الجغرافيا، ذلك أن النيل يمتد فيها. وحينما نقول النيل فإننا نقول هنا أن هناك وضع استراتيجي. المستشار طارق البشري رحمة الله عليه، الحكيم البشري، كان يقول أن الأمن القومي لمصر هو موجود خارجها. ماذا يقول إذن؟ قال بحكم التاريخ هي خاضت كل معاركها في الشام وفلسطين مقدما، أي أنهم انتقلوا إلى هناك ليخوضوا معاركهم الكبرى حتى يتحرر بيت المقدس. الأمر الثاني
الجغرافيا، وهو امتداد النيل في لأن مصر دولة مصب. هذه الأمور جميعا تجعل تدبير هذه الأمور الذي يتعلق بالجيران حقيقة مكانة مهمة لمصر، تستطيع من خلالها أن تقدم نموذجا لاستثمار هذا الأمن القومي. إلا أنه بعد ذلك انتقل ليعبر أن أمن إسرائيل هو من الأمن القومي المصري. هكذا انحدرت الأمور إلى هذا الحد، ولا أحد يحاسبه على تلك الكلمات الفاجرة التي تحدد مواقف عاهرة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدبلوماسية المصرية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، كنت ضيفي عبر الهاتف.